مثل واحد مطبوع من الوريد للوريد. واحد من النواب طالع بيحكي فرحان مبسوط، قال هو شفتوا هلا ثبت انه نحن مش مسيطرين على الدوله، انك انت طلعت براءة من هاي التهم الفظيعه. واذا سيطرت على الدوله انت بحق لك، اول شيء بتمثل اكبر طائفه بلبنان، الشغله الثانيه بتمثل اغنى طائفه بلبنان واللي ماسك الاقتصاد اللبناني كانت. انت عارف انه المصارف كلها بلبنان بتشتغل براس المال الشيعي، ليش مستحي انك حاكم اصلا؟ بيوصل هيدا العميل لهم تتهاونوا فيه يا عمي؟ دم الشهداء مش ورقة بالجيبة. حملتوا المسؤولية رئيس المحكمة ليش؟ الحلقة الأضعف يعني؟ إنه طلعوا وعملوا إنه نحن ما طلعش بإيدنا. كيف ما طلع بإيدك مين؟ كيف بدوش يطلع بإيدك؟ ليش بده يطلع بإيد باسيلو بإيدك؟ لا، بعدين بدهم يتفاوضوا، تفاوض أنت ساعتها مع أمريكا، خد الديل أنت واعمل مع أمريكا مثل ما عملت مع إسرائيل، منزقف لك كلنا. بقول له لحزب الله خلي القيادة السياسية تستقيل كلها، يا سيد خلي قيادة المقاومة تسلم القرار. المحامية بشرى الخليل مباشرة، كنت حابة تكوني معنا باستوديو بس نحن للضرورات الوقائية بما يتعلق بحضرتك، نحن يعني تشرفنا انك تكوني معنا من منزلك. ست بشرى مساء الخير. الله يخليه. من وين بدك تبلشي؟ شايفك عم تضحكي، عم تسمعي وتهزي براسك وتضحكي، من وين بدك تبلش؟ بدي بلش من هاي التهم اللي اتهمتني اياه، انه بدي الشيعة يحكموا لبنان. انا ولا مرة فكر طائفيا، بس انا لانه هن كان عندهم عقد وكانه مثل واحد غريب وقاعد ضيف ببلد وبيقولوا الغريب لازم يكون اديب، يعني بده يتحمل الحلوة والمرة ويسكت لانه ضيف. ما انتم مش ضيوف، ما انتم اهل بلد. هيدا كان رأيي. بس طبعا دايما انت لما بتصور الصورة على المكبر، يعني بتصورها لانه اللحظة بدها هيك، انه ليش مستحيين، يعني انه كانه تهمه حاكمين، واذا حاكم حقك يعني. والا انا ولا مره بحياتي انا كنت فكر انه مين بده يحكم البلد، سني ولا شيعي ولا مسيحي. اللي هلا مين بتفضلي يكون رئيس مجلس نواب، سليم الحص مثلا ولا فلان، او مش الرئيس بالريح، حي الله حدا تاني من الشيعه. اذا صار في تغيير بقول لك الرئيس الحص مثلا، يعني في أشخاص بالبلد متجاوزين الطائفية وكلنا متجاوزين هاي. بس كلمة أنه خجلانين لأنه نحن بيتهمونا أنه نحن حاكمين، هذا اللي أنا لقيته صعب ومش حلوة يعني. بس يعني حزب الله بحق له يكون له دور كتير كبير بالسلطة، بس هو موجود بالسلطة وبشكل حاكم فعلي يعني اليوم. كمان ما فيك تصوري للرأي العام أنه هذا الفريق حاكم، يعني واللي يعني واكثر الانتقادات انه لانكم انتم هالقد بالسلطه والكم يد واصله بالسلطه، انه كيف مرق الفخوري لو انتم ما معكم خبر انه بده يمرق؟ يعني هيدا التشكيك اللي كان من قبل الحلفاء قبل الاخصام، وحضرتك من بيناتهم، يعني كلكم اذا بدك قوصتوا على الوزير باسيل. هلا لا اقول لك شغله، بالوقت كلنا بنعرف انه في فريق سيادي بالبلد. نعم تفضلي تفضلي. لا لك شغلي، اول شيء انا ما عندي معطيات مين الشخص اللي كان او مين الجهه اللي كانت وراء اخراجه لفخوري. هلا من الاسامي المتداوله باسيل، انا لما حكيت سميت سامي جميل باسيل، مرقوا عرضا لان اسامي عم تتداول كانت، مش لانه انا عندي معطيات، ما عندي اي معطى بيقول انه الوزير باسيل هو له علاقه بالموضوع. نعم. وانا بتعرف نحن محامين، نحن بنشتغل بالدليل القاطع والجازم عاده يعني. انا لي أكثر ملاحظة على قصة الفيخوري، أول شيء قالوا الحكم سقط بمرور الزمن. أنا اعتبت على حزب الله بالأساس لما واكبت المحاكمات من سنة 2000، حتى هيدا حكمه كان يعني معارض للقانون، بالقانون بقصة بسيطة إذا فار من وجه العدالة بنحكم مؤبد، مفترض كان ينحكم مؤبد بوقتها. هاي نقطة. النقطة الثانية، اليوم قالوا سقط بمرور الزمن، صح، بس هو حامل الجنسية الإسرائيلية وهذا لا يزال جرم متمادى، يعني ما صعد مرور طيب الزمن. كيف فات على لبنان؟ كيف فات على لبنان؟ بيتعامل مع اسرائيل وبيروح بيجي على اسرائيل وبتخابر مع الاسرائيلي. بشرى كيف فات على لبنان؟ نحن اليوم بنعرف اذا اصدقاء اللي عم بحكي ما في غلط صار في اذا واحد جاي من امريكا وعامل زياره ل سمح له يفوت. نعم. انه كيف سمحوا له يفوت من الاساس؟
ما هيدا اللي بدنا نقوله، في تقصير صار من الدولة أصلا. كيف يعني مش مفروض يطلع هو قانونيا؟ قالوا قانونيا، سمعت الوزير وقام وهاب عم بيقول هو بالقانون لازم يطلع. لا، بالقانون مش لازم يطلع هو، لنقول سقطت العقوبة بحسب النص القانون اللبناني، ولكن جرم حيازة الجنسية الإسرائيلية وزيارة إسرائيل والتخابر مع إسرائيل هيدا جرم لا يزال متمادي، ما سقط. طيب ليه ما تحاكم عليه؟ ست بشرى، بعدين أنا لما بلوم الحزب لعلك شغله. تفضلي. إيه؟ أنا بس بدي أسأل إذا كان القاضي أنا أصدر حكما بمواد قانونية أو خلينا نعتبرها ثغرة قانونية قدر يمرق منها لإصدار هذا الحكم. السؤال الأكبر واللي ألمح لإله سمحت السيد كمان وما إجينا جواب عليه، إنه هذا العميل أخرج من السفارة الأمريكية على متن طائرة خارج البلد بدون ما إنه يمر على أي معبر رسمي، يعني لا انختم باسبوره، لا مرق على معبر رسمي حدودي، أخذوه من الطيارة بشكل غير رسمي وغير شرعي إلى خارج لبنان. من يستطيع أن يؤمن هكذا خروج لهكذا عميل بعد عليه ملاحقات لأنه كان القرار عم يتميز بدون ما يكون في أي اعتراض؟ لألك شغل، اليوم ملائكة أمريكا كتير حاضرة بلبنان وقوية، ما حدا بينكر انه إلها كثير ناس بلبنان امريكا. هلا انا مش رح سمي حدا لانه ما عندي معطى محدد عن حدا بالذات، ولكن واضح يعني بتقلي اليوم انا بقول لك ما شفتني انا وعم حط برفان، بس لما شميت ريحتي عرفتني حاطه برفان. انا لما من شفت افعاله، لما صار اللي صار معه، يعني الحضور الامريكي كثير قوي داخل مواقع القرار اللبناني. هاي شغله بتاذينا نحن، وهي شغله انا يعني بسال حزب الله، يعني انت اليوم حزب الله عامل رعب لإسرائيل، عم تحكي عن كي الوعي، كوين الوعي الإسرائيلي؟ وصار ابن الجليل إسرائيل اللي قاعد بالجليل ما ينامش الليل يقول عم يحفروا حزب الله البيت من تحت مني وبدهم يهجموا علي بالليل. فاليوم هلأ لما ابن الجليل شاف شو صار معك ببيروت، انه انت عارف قبل بيوم قرروا قالوا لكم رح نطلعوا، قلتوا لهم لا، تاني يوم تفاجأتوا بالقرار انه طلع. طب ولو انه يعني ما حدا بيتخيل انه حزب الله بتقطع عنده هيك قصه. انت يعني انت خسرت شغله عند يعني انت يعني عم نشتغل عليه نحن، الدعايه الاعلام السياسه اللي انشغلت. طيب. على هزيمه العدو الاسرائيلي، هزيمته نفسيا وهزمته نفسيا وهزمته وعي بالوعي. فاليوم هيك قصه اثرت سلبا عليك، يعني مين برايك كثير من الرصيد اللي انت كونته بهيدي الفترة؟ مين برايك ست بشرى هم الاشخاص هم الأشخاص الذي توجه لهم سماحة السيد بكلامه وبلومه وبعتبه؟ مين برأيك؟ يعني تحليلات كتير كبيرة سمعناها، بس لا أنا ما اعتبرت حالي وحدة منهم. يمكن لأنك منك محسوبة عليهم. لأنه منك محسوبة عليهم. أنا لا صديقة، لا بلا صديقة. طيب مين برأيك أكثر أشخاص في تقدير كتير عميق لإلي عندهم؟ نعم. وأنا طبعا أنا فيش حدا في زايد على أنا التزامي بخط طيب. المقاومة. من هم الأشخاص برأيك اللي بس ما اعتبرت حالي مستهدفة لأنه أنا عم بحكي وقائع. نعم. من برأيي ما بعرف، يعني أنا قريت كلمة الأستاذ إبراهيم الأمين، ما في يعني ما في مؤشر أنه هو خرج عن الأصول. لواء جميل السيد حكي كلمتين كمان تغريدي سمعتها من الإعلام، يعني ما حسيت في خروج. هلأ شو صاير على وسائل التواصل، إهانات أو مثبت لا سمح الله أو شتائم، هيدا عيب عيب يصدر عن حدا. في جملة مهمة جدا، في جملة مهمة جدا قيلت عن محبتنا وتقديرنا. نعم سيد بشرى، في جملة مهمة جدا قالها سماحة الأمين العام اللي هي إنه زعلنا العالم كرمالكن، عملنا لكم قانون انتخابات على ذوقكن، خلافنا مع أمريكا يعني بما معناه أنه زدناه وعمقناه كرمالكم. مين ممكن يكونوا هودي الأشخاص اللي عمل حزب الله كل هذه الأمور كرمالهم؟ استفادوا من النيابات ومن قانون الانتخاب. مين؟ لا نحن من الأشخاص المنضرين من قانون الانتخاب. لا مش أنت، مين برأيك؟ قانون ما بيخلي بدنا يوصل على البرلمان. مين برأيك؟ لا مش على المستوى الشخصي، أنا واللي مثلي
يعني هيدي قوة كبيرة، القوة اللي قادرة اللي هي بتشكل قاطرة كبيرة إنها تقدر تطلع وتطلع الناس معها على البرلمان. هيدا إذا فصلنا لكم عن انتخاب عياس هو عياس مين يعني؟ يعني الآن هنا عياس رئيس بري، عياس وليد بيك، على عياس الوزير باسيل، على عياس هيدي الشخصيات الكبيرة اللي فوتت فاتت بقاطرات على مجلس النواب. هيدا الآن لمصلحتهم نعمل. هلا قصادهم إلهم ما حسيت هيك، ما بعرف يعني. طيب أنا بدي أتشكرك ست بشرى. لا لك يعني في شيء يعني السيد سيد لا قبل 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 السيد على المستوى الشخصي بتعرف تقديره كتير عالي عند الناس، مش بس لأنه منحبه. السيد يحمل من المقومات الشخصية اللي بتشكل منه زعيم غير عادي، ومش بكل يوم وكل عصر بيخلق مثله. وأنا بنظري هو اللي عم بيقود المشروع العربي التحرري بوجه المشروع الصهيوني. طيب. واليوم زعيم أكبر حركة تحرر بالعالم، ما عاش في غيره. ست بشرى بدي أسألك سؤال أخير كشخص، ولكن بدي أسألك الفريق السياسي. نعم. اللي حواليه انا عندي ملاحظات عليه. قلتيها إيه؟ بالفيديو انت عندي ملاحظات. انا مع يتغير الفريق او الذهنيه، او الذهنيه تتغير، الذهنيه اللي عم بيعالجوا فيها يعني نزلوا لمستوى التجاذبات اللبنانيه المحليه. حزب الله لما بده يشتغل سياسي بالداخل بده يشتغل سياسي بروح الثائر. بدي اسالك كلمه اخيره، مش ينزل للحرتقات الداخليه اللبنانيه. بدي اسالك كلمه اخيره بدي عليها جواب قبل ما انهي حديثي مع حضرتك. انا رايت سماحه السيد في هذا الخطاب. نعم. او في هذه المؤتمر الصحفي كان مجروحا ومحروجا، بتوافقيني على هذا التوصيف؟ كان مجروحا ومحروجا. لا 100% بس انا توافقيني؟ خطأته 100% بس انا خطأته بشغله. انت ما فيك تخرج الناس من صداقتك، لانه يعني اليوم انت بحاجه لكل صوت مؤيد لك ولكل صوت معك. اخرجوه من صداقتنا، هيدي بيحكيها السلطان العثمان بزمانه، بيحكيها ملك ملوك العالم، بيحكيها رئيس أمريكا، بيحكي يعني مش شخص بحاجة لصداقات. لا المقاومة بحاجة للصداقات، ولا ليش عم بيساير هو؟ ما هو عم بيساير هيدي القوة الثانية وعم بيقدم تنازلات للقوة الثانية كرمال يحافظ على صداقته مع كل هاي القوى. ما فينا ست بشرى الخليل المحامية بشرى الخليل الصبح. انا بدي اصدقائنا انه انتم اليوم خرجتوا من صداقاتنا. انا بدي اتشكرك من كل قلبي، وانت بتعرفي معزتك وصداقتك ومحبتك وتقديرك. الف شكر لك على مشاركتنا وعلى هذا التوضيح. شكرا.